سلام للجميع من أخوكم هيثم. متمنى منكم بس قبل ما نبلش الفيديو تعملوا لنا بس لايك، مثل ما عم نشوف يا جماعة كثافة القصف الإسرائيلي على مراكز حزب الله بالجنوب اللبناني، بل حتى على الضاحية الجنوبية والبقاع الأوسط، وعندكم كمان الهرمل حتى بالداخل السوري. وقت يشوفوا اي مستودع لحزب الله او قيادة لحزب الله بيتم استهدافه، مثل ما عم نشوف يا جماعة بهيدا اللون، هو توغل اسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية بعمق تقريبا 2 او 3 كيلومتر. يعني مثل ما شايفين بهيدا المنطقة وبهيدا المنطقة وبهيدا المنطقة كمان، يعني مارون الراس، عندكم بليدة، عندكم كمان العديسة، هيدي المناطق كلياتها توغل فيها الجيش الإسرائيلي، يعني فات على داخل الأراضي اللبنانية، وهيدي المنطقة لازم تكون تحت سيطرة كتيبة رضوان أو قوة رضوان، يلي هي أقوى شي بحزب الله، يلي حزب الله هلكنا وصار يعمل مناورات عسكرية وعلى الموتسيكات، وكيف بنط على الموتسيك وكيف بيوقع على الموتسيك وكيف بيصحط وبيوقع رفيقه معه، عرفتوا كيف؟ هلا اهم شيء من هيدا كلياته انه حزب الله شو كان يقول هن واعلاميين وسياسيين وكلهم هول، انه اذا بتضربونا حنضرب وبنفوت على الجليل وبنروح على القدس، ولكن الواقع اليوم اذا بتضربونا بنهرب. وعندكم امبارح بكل وقاحة محمد رعد ووفيق صفا بيتخبوا بين المدنيين، بين المدنيين ببيروت، بمدينة بيروت، مثل ما قلنا لكم بفيديو سابق انه البنايات ملزقة بالتانية، ومع الاسف الشديد ونحن كتير منزعجين انه راح مدنيين بهيدي الضربة. لتشوفوا انه حزب الله والقيادات تبعوله اخر همهم عم بياخدوا الشعب اللبناني كدروع بشرية، اول درع بشري كان لحزب الله، هن البيئة الحاضنة لإله. هلا مثل ما قلنا بفيديوهات سابقة انه الجيش الاسرائيلي عم بيفوت عادي على الكرة الجنوبية اللبنانية وعم بيدمر بنى تحتية لحزب الله، وعندكن حزب الله عم بيحط اسلحته وصواريخه بالاماكن السكنية، يعني ببيوت المدنيين. هلا من اول ما الجيش الاسرائيلي دخل على مارون الراس وحط علم اسرائيل بقلب هيدي القرية الجنوبية، شو قال حزب الله؟ قال هيدي لا، هيدي على اطراف، هيدي بين اسرائيل وبين مارون الراس، على اطراف يعني بعد عشرات الامتار. يعني قلنا طيب يمكن حزب الله معها، قلنا بننتظر لهالكم يوم منشوف الجيش الاسرائيلي شو حيكون عنده تقدم جديد وشو حيكون عنده فيديوهات وصور. طيب الجيش الاسرائيلي فات على عشرات منازل القرى الجنوبية ومدمر اسلحة لحزب الله وانفاق، والمقاطع الفيديو موجودة، فبطل حزب الله شو يقول انه هيدي على 10 امتار، يعني حزب الله حزب كاذب، حزب اجرامي، يعني حزب بيختال وبيقتل، يعني هين كتير عنه يكذب. يعني هلا اليوم الجيش الاسرائيلي بينشر فيديو لرئيس الاركان الجيش الاسرائيلي اللي اسمه هرتسي هيلفي، قاعد بجنوب اللبناني، قاعد بمنزل بقرية بالجنوب اللبناني، يعني ما في اي تفاصيل باي منطقة، وقاعد عم بيقول للجيش تبعه انه نحن جينا لهون لنفك قدرات حزب الله عشان نرجع سكان الشمال الاسرائيلي. خلونا نشوف الفيديو ومنكمل التعليق. نحن اخشاب ام 7 وجدوت متمرنات 3 بعزة، דרום הרצועה, מרכז הרצועה, צפון הרצועה, 4 אוגדות עובדות כאן, מתמרנות, וצהל פועל בעוד הרבה מקומות אחרים, עם סדק יבשה, עם סדק אוויר, עם מודיעין, עם מבצעים מיוחדים בהרבה מאוד גזרות. אנחנו ממשיכים להילחם באויב, ואנחנו לא עוצרים עד שאנחנו לא מבינים שאנחנו יודעים להחזיר את התושבים, לא רק בביטחון עכשיו, גם בהתבוננות עתידית. ואם מישהו יבוא לבנות הכפרים האלה עוד פעם, יגיד לא כדאי לבנות תשתיות טרור, כי צהל יחריב את הכפר הזה שוב. פועלים בכל הגזרות, גם בבקה, גם בבירות, גם מצפון לליטני, גם מדרום לליטני, וכל הדברים האלה עובדים חזק מאוד. מה שאתם עושים כאן הוא הרכיב הכי חשוב להחזרת התושבים. אז תראו, ימים מיוחדים וחגים, ואנחנו כולנו ממוקדים בעשייה כדי שתושבי מדינת ישראל
יוכלו לעשות את החגים ולשנים קדימה להיות כאן בביטחון. مثل ما شفنا أعزائنا المتابعين من بعد هيدا الفيديو حزب الله وجماعته ما فيهم بقى يكذبوا يقولوا انه هيدا فيديو قديم وهيدا فيديو من سوريا وهيدا فيديو بغزة وهيدا فيديو على بعض أمتار من الجنوب اللبناني. اليوم عم نثبت لكم انه حزب الله ما قاله عازي، حزب الله حزب كاذب، سلاحه كان بس موجه نحو صدور الشعب اللبناني والشعب السوري. حزب الله ما عنده القدرة العسكرية لمواجهة إسرائيل، هيدي بكل وضوح. ومثل ما شايفين رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي قاعد بمنزل يمكن من أحد مؤيدي حزب الله، من أحد الممانعين والمقاومين في المنطقة. الظاهر اضطر يقعد مع جماعة الجيش الإسرائيلي تبعه ويقول لهم أنه نحن جينا لهون بس عشان نفكفك قدرات حزب الله العسكرية على الأرض. يعني كانوا حزب الله يقولوا ايه ما إسرائيل بس قوية بالجو وبتقصف والسلاح الجوي بيدمر ومدري شو. طيب ما هلأ عم نشوف انه كمان الجيش الإسرائيلي عم بيفوت بإيديه وإجريه لعندكم، فات على الجنوب اللبناني وفات على بيوت القرى الجنوبية اللي هي يعني باعتقادي 3/4 داعمة لحزب الله. هلا اكيد هيدا صاحب البيت يمكن من بعد ما يشوف هيدا الفيديو هيقول لك وينك يا حزب الله، ولك الو اللي فاتوا على بيتي بعدك بتقول حتفوت على الجليل وحتفوت على القدس. انا الصراحة يا جماعة كتير بحب وبنبسط وقت اكشف اكاذيب حزب الله، وقت اكشف جرائم حزب الله. هلا بحسب ما عم نشوف من اسبوعين لليوم انه الجيش الاسرائيلي وقت يفوت على الكرة الجنوبية اللبنانية بشوف انفاق لحزب الله، بشوف اسلحة لحزب الله، بشوف اي شيء لحزب الله بمبنى سكني بيتم تدميره اذا كان من الجو او بتفخيخه. اما اذا شافوا مبنى سكني بالكرة الجنوبية اللبنانية، مبنى سكني ما في اي سلاح ما في اي انفاق، بيتركوه شو بدهم فيه. هيدا اللي حاليا عم نشوفه بمقاطع الفيديو للجيش الاسرائيلي. اما المقاطع الفيديو اللي شفناها للجيش العربي اللي تابع لبشار الاسد اللي تابع لماهر الاسد، كانوا يفوتوا على اي مبنى بسوريا ويشوفوا غسالة دغري بيحملوها الغسالة وبياخدوها، بيشوفوا كنباية بيحملوها وبياخدوها. يعني انا اول مرة بشوف جيش بلد بيسرق شعبه. هلا خلونا ننتقل لموضوع تاني. اليوم في عنا موضوع جدا مهم، من بعد ما الساحة الجنوبية اللبنانية عم تشهد قصف عنيف جدا على مراكز حزب الله، على مستودعات وعلى منصات صواريخ تابعة لحزب الله. اما اليوم عم بيطلع بعض الاعلاميين وبعض اللي بيطبلوا لحزب الله عم بيخونوا الجيش اللبناني، يعني عم بيقولوا ليش الجيش اللبناني ما بيجي بيساعد حزب الله بالجنوب اللبناني، ليش الجيش اللبناني تارك اسرائيل يعمل ويترك بالجنوب اللبناني. الجواب واضح وصريح، نحن كلبنانيين كشعب لبناني كمجلس نيابي كحكومة ما أخذنا القرار أنه نعمل حرب مع إسرائيل. حزب الله لوحده أخذ القرار منفردا من بعد ما إيران بعتت رسالة لحسن نصر الله أنه افتاح جبهة ما يسمى جبهة مساند 8 أكتوبر، ولكن مثل ما شفنا حزب الله لا ساند غزة ولا ساند حماس ولا شيء، ولكن يوم 8 أكتوبر كان يوم نكسة لحزب الله، يوم أسود بتاريخ حزب الله، يوم بداية نهاية حزب الله. فنحن اللي بدنا نقوله نحن بنرفض رفضا قاطعا انه الجيش اللبناني يساعد حزب الله بهيدا الحرب اللي هو مش حربه، هيدي من قضيتنا، هيدي حزب الله عميل ايراني هو اخذ الاوامر من ايران ونفذ هيدي الاوامر لا اكثر ولا اقل. ونحن قلنا بالبداية طالما حزب الله هو اشتغل لوحده وفات بهيدي الجبهة يتحمل أعباء الحرب لوحده، ونحن بوقتها نصحناه انه يا حزب الله شو بدك بهالشغلة، ما حتقدر تعمل شيء ولا تساوي شيء. حتى وئام وهابي اللي هو حليفه نصحه لحزب الله انه يا حزب الله شو بدك بهالشغلة، تاني يوم حزب الله بعت له رسالة لوئام وهاب قال له سكوت وقعد على جنب انت ما خصك.
فنحن يلي بدنا نقوله انه ممنوع طورية الجيش اللبناني بأي معركة مع الجيش الإسرائيلي. لو ما حزب الله دخل ب 8 اكتوبر كان الجيش الإسرائيلي ما أطلق رصاصة واحدة على لبنان، مثل ما شايفين الأردن مصر السعودية رصاصة إسرائيلية ما بتنزل لعندهم، لأنه ما تدخلوا ولا نحن بدنا نتدخل ولا بدنا الجيش اللبناني يتدخل. بعدين مثل ما شفنا من 8 أكتوبر من سنة لليوم إنه الجيش الإسرائيلي ما أطلق رصاصة على مؤسسات الدولة اللبنانية، لا على المطار، لا على شركات الكهرباء، لا على هيدا ولا هيدا. فمثل ما اتفقنا نحن منرفض رفضا قاطعا اي شخص بيخون الجيش اللبناني او اي مؤسسة عسكرية لبنانية. وهيدي المعركة اللي عم نشوفها هي بس معركة بين حزب الله واسرائيل، بين الحشد الشعبي واسرائيل، بين الحوثيين واسرائيل، بين الميليشيات الإيرانية وإسرائيل، وليست المعركة بين الشعب اللبناني أو الجيش اللبناني مع إسرائيل، وليست بين النظام السعودي وإسرائيل، وليست بين النظام المصري وإسرائيل. المعركة واضحة، المعركة هي ضد الأزرع الإيرانية بالمنطقة. بعدين من سنة لليوم، من سنة لليوم إسرائيل ما أطلقت رصاصة واحدة على حاجز بالجيش اللبناني، ولا على سكني بالجيش اللبناني، ولا على مؤسسة لبنانية، ولا على المطار، ولا أي شيء. فالقصة واضحة يا جماعة، القصة هي معركة بين حزب الله وإسرائيل فقط، ونحن نتمنى تضل بس بين حزب الله وإسرائيل، ما تتسع وتصير ضد لبنان كله. فنحن هون منحيي الجيش اللبناني على حكمته وعلى وعيه انه بعدم الانخراط بالحرب مع اسرائيل، لانه الانخراط بالحرب مع اسرائيل هو دمار لبنان، هو زوال لبنان، ونحن ضد هيدا الشيء. خلونا نشوف بيان الجيش اللبناني. قالت القيادة في بيان: يعمد بعض وسائل الإعلام إلى إطلاق حملات تجني وافتراءات وتخوين تطال المؤسسة العسكرية وقيادتها خدمة لمصالح ضيقة وغايات سياسية، مشددة على أنها لن تدخل في سجلات أو مزايدات وهي ليست معنية بأي ملفات أو استحقاقات. الأولوية اليوم بالنسبة إلى القيادة هي حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها ووقف الحرب والصمود ودعم المواطنين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة تزامناً مع حفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي. يا جماعة الجيش اللبناني عنده قدرة محددة، يعني ما في يعمل أكتر من هيك، عم بيساعد الشعب اللبناني. تيجي تقولوا له يفوت بالحرب مع حزب الله؟ هيدي ولا ممكن. بيكمل البيان وبيقول: أثبتت التجارب أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين، ما يؤكد أهمية التفاهم حولها مع تطلعنا إلى نجاح الجهود الدولية لوقف الحرب مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن.